ولد بوريسكا سنة 1996 ميلادي، وقد أصبح حديث وسائل الإعلام بعد إدعائه أنه ولد على المريخ، وأنه جاء في مهمة لإنقاذ البشرية من الدمار بسبب حرب نووية. ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن والدة بوريسكا التي تعمل طبيبة قالت أن ابنها مميز، فقد كان يحاول الوقوف على قدميه دون مساعدة من أحد بعد أسبوعين فقط من ولادته، كما أنه ينطق بعض الكلمات وهو لم يتجاوز أشهرا من عمره. كان قادرا على القراءة والرسم والتلوين عندما بلغ عاما ونصف، كما أنه أبهر المعلمين عندما أرسل إلى الروضة، لأنه كان يتمتع بقدرات ذهنية لا مثيل لها في التذكر والحفظ. بوريسكا أثار إعجاب والدته عندما كان يتحدث لها عن المريخ والكواكب والنظام الشمسي، ويذكر معلومات معقدة للغاية في مجال الفلك، رغم أنها لم تعلمه أي شيء عن ذلك. يقول بوريسكا أنه ولد على المريخ وأن للفراعنة علاقة وطيدة مع كائنات المريخ، وكان يتحدث أيضا عن حضارات غامضة غير معروفة، ويقول أن عمره كان 14 أو 15 سنة عندما كان يشارك في الغارات الجوية في المريخ مع صديق له، وقال أن سكان المريخ تعرضوا لحرب نووية وشيكة قبل آلاف السنين ومات فيها العديد منهم، أما الذين نجوا فهم الآن يعيشون تحت سطح كوكبهم ويتنفسون CO2، وهم متطورون تقنيا وتكنولوجيا، ولديهم مركبات معقدة لمراقبة كل الفضاء الكوني، ولديه مركبات خاصة للسفر بين النجوم، حيث قال أنه أرسل إلى الأرض لإنقاذ البشرية من حرب نووية أوشكت على الاندلاع. حذر بوريسكا العالم من أنه إن لم يستمع إليه قادة الدول فإن الأرض ستواجه مصيرا كارثيا. غرائب الطفل لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصل بقوله إنه ليس الطفل الوحيد الذي أرسل من الفضاء الخارجي إلى الأرض، بل هناك آخرين تم إرسالهم في مهمات مختلفة ومحددة لإنقاذ البشرية. قال بوريسكا أن هرم الجيزة في مصر يكتم أسرارا كثيرة في طياته، وأن هناك بوابة ما مخفة وراء تمثال أبو الهول، التي إذا تمكن البشر من الدخول إليها فإنه سيحدث تغييرا جذريا في شكل الحياة على الأرض. وقد تم حديثا اكتشاف حجر غائر أسفل أذن التمثال وكأنه يسد بوابة ما، وهذا يؤكد صدق ما يدعيه هذا الطفل. أجرى الأطباء فحوصات له وأكدوا أن مستوى ذكائه عادي ويمكن وصفه بأنه فوق المتوسط. بوريسكا حير العلماء، اختفاؤه الغامض زاد القصة تعقيدا. حسب سكان المنطقة التي كان يسكن فيها فإنهما قد ذهب إلى قرية نائية ليسكن فيها تحت حماية الحكومة الروسية.